So you always have to believe that we can do something. لازم تبقى مؤمن ان ممكن تعمل حاجه. Yes, we can always talk about the 2-1 and we came back. But what's more important is what happened at the end. ممكن الناس تتكلم اه كنا خسرانين 2-1 ورجعنا في النتيجه بس الاهم الاداء كان شكله ايه في اخر دقائق في اخر ماتش. It was a match like this and we won it 3-2. ماتش زي ده كنا خسرانين وكان 1-0 بين الشوطين وكنا خسرانين 2-1 ورجعنا تاني في السكور وكسبنا. والاسبوع اللي فات ما حدش كان بيتكلم برضه في ماتش مقاولين اللي كان 2-0 ورجعنا برضه كان ماتش زي ده على الملعب ده برضه وبيقول لك الاسبوع اللي فات ما كانش حد فاكره خالص ماتش النهارده فكرنا بيه. مباراة النهاردة بتقول لي حاجة أو بتفكرني بحاجة بتمثل لي حاجة هنا. Our team is a team of brave warriors. إن الفرقة بتاعتنا مقاتلين أكفاء. And under difficult conditions. وفي الظروف الصعبة. We push more. بيضغطوا جامد وبيدوا اللي عندهم. And that's good. وده كويس جدا. Played four strikers tonight. لعبت النهاردة بأربع رؤوس حرب أربعة مهاجمين أربعة رؤوس حرب. كله طلعت هاني وطلعت بقى طلعت المدافعين نزلت مهاجمين.